كل صبح يجينا نور نشوف منها مانينا والكل واحد مهمة ودور وحلمي يشوفه في عينه صباح الخير هلا هلا كيف أصبحت هلا هلا بالغالي هلا هلا كيف أمسيت هلا هلا بالغالي هلا هلا كيف أصبحت هلا هلا بالغالي هلا هلا كيف أمسيت هلا هلا بالغالي يا صباح الخير يا صباح السعادة ونبدي معاكم أسبوع جديد ويوم جديد في نغم الصباح. حالياً أنا قاعد أشوف منظر صراحة يسعدني. طلوب قرر اليوم إنه يمسك المكسر وقرر إنه هو تكون القيادة عنده وراح يسمعنا كولكشن أغاني. دام إنه هو ماسك المكسر إحنا ضامنين إن كل شيء بيكون على قولتهم يعني بداية أسبوع موفقة وسعيدة راح تكون. تمتعوا بالقيادة يا سارة تمتعوا بالقيادة. صدقين طلع عالم المكسر عجيب. الناس دائما تتساءل وتستفسر تقول يعني اوكي الاغاني شلون تشتغل شلون انت تسوون شلون تحطوا الاغاني إيه؟ شلون وانت تسولف تطلع على بالك هذا انا الحين اليوم انا هذا وضعي هذا الميدان يا حميدان قدها طلب الحين خليك من الميدان يا حميدان هو شوف يا وصلت برا الامان يا مستمعينا ما خالف سامحوني اليوم راح ادخلكم طوفه شي ذوء يعني كذي على طول شغل شغلات ما ادري اصلا وين طرت على بالي شو الويكند والله الويكند يعني جدا جميل كان رايق فايق بالنسبة لي رحت البحر بحريته لازم شوية خفيف من نوعه خوش جو كان جو بحري جميل جدا 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 ما شاء الله قاعد أشوف بالويكند سارة زحمة الناس سواء كانوا العيال ولا أصلا أوردي رايحين للجزر والطراريد زحمة 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 يعني شيء روع صراحة استانست وايد حلو بس أنا يعني لاحظت ملاحظة يعني يا ريت إيه والله يا ريت اللي يعني اللي يركبون الجيت سكي يكونون لابسين اللايف جاكيت وايد مهم يعني أكثر من جيت سكي يمر قدامي بدون لايف جاكيت هذه السالفة يعني طيق الخلق ما تدري شنو ممكن يصير يعني البحر غدار قالت البحر غدار وايد أصلا في أغاني وايد في أشعار شوفي مؤخرا أنا مو غلطان وزارة الداخلية الأمانة تشددوا بهالسالفة تشددوا بشكل وايد كبير إن أي جيت سكي أي على قولتهم دراجة مائية تبي تنزل من المسنة لازم دفتر الجيت سكي يكون موجود ولازم يكون لابس لايف جاكيت فما كان في تهاون بهالسالفة لدرجة إن بالشاليهات قمنا نشوف إن الجيت سكي بدأ يخفون هم يعني عليهم بالعافية بس لكن مثل ما تقلتي الخطورة والناس والبحر فأنت ما تدري ايش يصير صح والله ما تدري ايش يصير يعني الفكرة أن الواحد يبي يستانس أيه. فلا تنقلب بالسعادة أنا شعب بالحين شراش فيه مكاني عجيب يا إيسي الموضوع صح تحس أن الكنترول كله عندك مخرج جد الدنيا يعني مخرج جد الدنيا سيد العمل نو جوك راح أبدع اليوم إيه فما أدري يعني خلينا نقول إحنا اليوم جاهزين ومع المستمعين جاهزين ويانا إن نبدي في برنامجنا وبداية أسبوع موافقة للجميع خلكم معنا أنتوا تسمعون نغم الصباح على 90.4 طبعاً بما أني مسوية ستايل جوني ديب اليوم يصادف عيد ميلاد الأسطورة جوني ديب ويعني هذا الفنان بالنسبة لي يعتبر الفنان المفضل اللي قدم أول فيلم له عام 1984 كان حزتها عمري سنتين الغريب في جوني ديب دائما يقدم خلينا نقول شخصيات غريبة لأن عنده عادات غريبة منها أنه هو جامع حق العرايس والدومة وعنده limited editions منها وعنده أشياء يعني دومة على هيئة مشاهير من ضمنهم بيونسي وألفيس بريسلي كان عازف جيتار محترف وعزف الفرقة الموسيقية المشهورة أويسز ودائما عنده عادات أيضا غريبة يحجز بالفنادق باسم مستعار عشان ينحاش من الصحافة بس أكيد ما رح يختار اسم سارة عشان ينخش بوحدة من الغرف هذا الممثل الجميل على الرغم من أنه هو يعني ترشح حق الأوسكار بأكثر من جائزة لكن ولا مرة نجح في الأوسكار ترشح 3 مرات وحصل على لقب أفضل مرتدي القبعات
يعني كان مشهور بأنه هو عنده قبعات غريبة من نوعها. مؤخرا طبعا ظهر في الصحافة وبعد قضيته يعني صار فيه يعني دراما، وكانت الناس تعتقد أو العالم هوليوود يعتقد أنه هو راح يصير منبوذ، لكن زادت شعبيته وزادوا محبينه وايد. سارة وايد، وأنا ترى وايد يعني وايد يذك خلقي على جوني ديب صراحة. حق عشاق هوليوود يعني شيء غريب ترى، هو يعني أفضل ممثل بالنسبة لي، إن أي دور تشوفينه بأي مكان تبينه، بأفلام الأطفال يجذبك بآلس، ولا مثلا تبي تشوفينه بشوكلت فاكتوري، ولا باريس أوف ذا كاريبيان، ترى ما في أي قرصان من الكرة، حتى القراصنة قبل ما صاروا نفسه. هو شيء مختلف صراحة، ويضيق الخلق الموضوع إنهم شلون عندهم سياسة الأوسكار يعني، بس إحنا بالنسبة لنا هو أوسكاري من نوعه بعيننا. ترى أنت فايز والله، ترى أنت فايز بالأوسكار. سو جوني ديب، هابي بيرثدي، كل عام وانت بخير، من نغم الصباح، I love you. عجيب، طلعت القيادة شوية جميلة، وبدعك يوم أتعلم شيء، يوم أتعلم شيء يحضك صراحة. خلص أنت، أنا بأخذ الكورس هذا ضروري ترى، والله ضروري ترى، وناس الموضوع. الحين الأونة ثاني شنو؟ عشان ونس الناس الحين اللي يسمعونا، أحبت أقول لكم بس ترى أن هالأسبوع هذا هو الأسبوع اللي قبل إجازة، فإذا كان يوم الأحد تحس أنه شوية ثقيل ما يخالف، أبي الابتسامة، لأن ترى هذا الأسبوع اللي قبل إجازة، وأكيد في ناس وايد يتخطط على سفرة، ويمكن لحد الحين أصلا ما قرروا وين بيروحون. صح، يعني دائما يتساءل أنه في وقت، إيه في وقت، الدول وايد، وأنا أعطيكم وجهات من فترة لفترة، نقول لكم نركز على وجهة معينة لا تطوفكم. إحنا قبل فترة قاعد نسولف على الأردن، الأردن الجميل هذا، منو ما راح الأردن وما استانس؟ طبعاً تبون الأكل، تبون الطبيعة، تبون الأماكن الجميلة، وأنا دائماً أقول الأردن الجميل فيها صيف وشتاء. يعني إذا أنت تبي تصيف فعندهم الأماكن تقول لك بس نبيك تعال. صح، والأجواء ترى صيفهم غير عنا، يعني الطبيعة قلل من درجة الحرارة، فلا لا تنسون وادي رم، عندكم غابات عجلون، عندكم أصلاً وسط البلد نفسها. أنا دائماً أستانس أروح هناك، الجرافيتيز اللي تشوفينها، ولا الشوارع والمحلات القديمة اللي الواحد يستانس فيها. تبون الأكل، يعني الأكل الصجي كله ما لذة وطاب. أنا دائماً أقول المنسف هذه، يعني هذه من أشهر الوجبات بالأردن، إذا ما أكلتها بالأردن أنت تطايفك لس عمرك. صح، ما عرفت الأردن من غير ما تشوف المنسف ولا الدوقة أبد. تحب التاريخ؟ أنت قاعد تتكلم عن منطقة فيها حضارات الدنيا كلها، روح بس شوف البتراء، شوف جمال البتراء، أبيك بس تحس في الشعور هذا اللي أنت تمر شي بين الوديان قبل لا توصل للمكان نفسه للبوابة، أول ما تشي تلف يمين صوب الصخرة شوف بتراء بس. هو مو مليون صورة، هو مو راح تعبي الانستغرام مالك صور، مكان صج فعلا جميل. صح، مثل ما قلت طلوب، يعني تاريخ وثقافة ومغامرات يعني موجودة ومتوفرة للكبار والصغار والعوائل، بالإضافة إلى موضوع الصحة. هذه يعني الروحة حق الأردن، ممكن يكون فيها وجهتك اللي أنت تحتاجها في العلاج الصحي، في الاسترخاء، في تغيير الجو. يعني البحر الأحمر بس هناك، أو البحر الميت عفوا، بمجرد ما أن أنتوا تروحون هناك تبدأ رحلة الاستجمام والراحة. فروحة الأردن يعني راح تلبي كل احتياجاتكم وتلبي كل الأذواق، مثل ما قلت كبار وصغار، فيها كل شيء متنوع. وفي الأنشطة ترى، ها الهايكينج حق عشاق الهايكينج، ترى عندهم جدول عجيب، الناس اللي ودها تسوي أكتيفيتيز يعني سفرة هناك، راح أنت تلبي كل احتياجاتك، بس اللي عليك تحجز تذكرتك وتروح الأردن الجميل. وهم اسم على مسمى، أهل النشامة فعلا، أهل كرم، لا يدونك أنت خليجي ولا كويتي، ما تدري العزيمة من وين تجي لك. صح، انت بس اللي عليك انك تنحاش من العزايم كثرها ما شاء الله عليهم. ففعلا المكان وجهه جميله، واحنا مثل ما عودناكم عندنا مسابقه قاعد تصير باكاونت مارينا اف ام عن طريق الانستغرام. سؤال الاسبوع اللي طاف كان ما هو الاسم القديم لمدينه البتراء، وكان في خيارات، واللي فاز يعني اللي حين بنشوف السحب منه فاز ويانا باتشر قيمه 50 دينار عليكم العافيه تستلمونه من خلال مكاتبنا مارينا اف ام. الاجابه بس حبيت اقول لكم عشان اللي ودي يعرف، مدينة البتراء كان اسمها القديم الرقيم. فنشوف منو المحظوظ أو المحظوظة اللي جاوبوا الإجابة الصحيحة عن طريق أكاونت إنستغرام مارينا اف ام، واللي فاز بالفاتشر 50 دينار. احنا جاهزين 3-2-1 hit me، والفائز أو الفائزة بالمسابقة الجميلة بقيمة 50 دينار كان XIM1_12. الأكيد ألف مبروك، ألف مبروك.
حلو 50 دينار ترى أول الشهر عجيبة. الاستلام إن شاء الله راح يكون عن طريق مكاتبنا مارينا أف أم من الساعة 9 الصبح للساعة 3. والحين عبالكم خلصنا مسابقاتنا؟ لا والله لحد الحين في بوست في سؤال بعد؟ طبعاً 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 إحنا هل يعقل يوم الأحد يمر كذي؟ السؤال اليوم راح يقول اللي موجود في أكاونت حالياً في أكاونت مارينا أف أم، ما هي أكبر محمية طبيعية في الأردن؟ اي موجوده ثلاث خيارات، اللي عليكم بس انكم تدخلون وتجاوبون الاجابه الصحيحه وان شاء الله السحب راح يكون باتشر على باوتشر 50 دينار. لاحظتي احنا قاعد نتكلم عن الاردن فيها شلالات وفيها محميه طبيعيه وفيها امور كثيره صح. فيعني طبيعه حضاره اكل كل ما لذ وطاب موجود في هذا الاردن. بس احجز تذكرتك وخوش اجازه اربعاء خميس جمعه سبت لحد والاثنين وبالنص هذا والثلاثه والله هذه سفرة. ولا تنسون الصوايق وسمحتوا ملح من بحر الميت، أكون شاكر لكم وايد. طول على الراديو واسمع نغم الصباح. شوفي سارة يقول لك في مثل دائما إن حتى نسيت المثل بس هو شو يقول لك؟ يقول لك إذا أنت تحبين شخص مثلا كسليبرتي مشهور لا تقابله. ليش؟ إيه صح don't meet your heroes. أخ لسبب أن احتمال وايد كبير أن أنت تشوفين نظرة هم الحين بحكم أن تشوفينهم ورا الشاشة ايه. يصير عندك شعور أن أنا أحب هالإنسان هذا صح. بس إذا التقيت فيه يمكن يصير منه تصرف يهدم كل شيء حلو صار صح صارت مع فنانة ما راح أقول اسمها تحت الهواء لازم أعرف ايه لا ويعني رايحت لها بكل حب وبكل يعني سعادة وبكل يعني بس كانت ردة الفعل ما كانت منطقية ولا طبيعية ولا يعني ما كانت بمحلها يعني إيش دعوة إيش دعوة هو بعد لازم نعرف شيء ثاني لازم ما نلوم بعد الإنسان اللي ما شاء الله إنه طول حياته مو الحياة مو ملكة يعني وين ما يروح الناس تبي تصور وياه تبي تكلمه تبي تسولف وياه فممكن يكون مرة ومرتين ثلاث عنده بال يمكن خلاص يفقد هذا البال يصير ما أقدر أتحمل أكثر أي. فهذا فعليا اللي صار بتويتر مشعلل الهضبة والله عمرو دياب يعني عمرو دياب الهضبة الظاهر أنه كان فيه بعرس وبعد نهاية الحفل قبل لا يمشي صار زحمة بالستيج الكل صعد الأهل والمعاريس والكل بيصور وياه ففي شخص حب أنه يصور وياه وعمرو دياب توه بيمشي فسحب الهضبة وعبد الله عشان ياخذ صورة وياه صار من ابو عبد الله ادى الم والله اوه اي والله اعطاه كف يعني مو دونت ميت يور هيرو ما راح ينسى هز هيرو اي والله فكان رده فعل السوشيال ميديا انه وللامانه انه قالوا انه هذه مو اول مره تصرف من عمرو دياب زاف مهندس الصوت قبل فتره وطارده من الستيج اوكي وهم كان تعامله مو زين مع السائق الخاص ف أنا أتفهم ترى الفنانين كبروا بالعمر بس إحنا مو حاسين صح إحنا قاعد نتكلم إن شاء الله يعطيهم الصحة والعافية هم بالستينات ففي ردة فعل يمكن ما أنت تشوفه هو صح ما شاء الله عليه محافظ على عمره بس في تصرفات يمكن تكون ردة فعله أنت لازم تنتبه مو رد طلوب يعني أنا أتفهم مثلا إن في أماكن مثلا خاصة في سوق في مول في قاعد يمشي يتمشى لا حق إنه هو يسوي كل شيء بس إنه مثلا إيفنت أو احتفالية أو شيء لازم يتوقع إن الفانز راح يجون صح بس يعني لازم هم تحترم الخصوصية وعموما ترى اللي عارف عمرو دياب اللي يشوفه بميكانوس ولا بدبي ولا بأي مكان بالدنيا هو دائما ما يحب التصوير أي. يعني دائما يقعد يسولف يتغش ما يضحك بس يقول دائما يعني مش دلوقتي صدمتني في ابو عبد الله والله إيه الم والله الم 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 يعني انا حسيت بالالم قاعد افكر وانا كنت مكانه شنو يعني انت بالنهايه من الوناسه انه هو يمك شكله كان يعني جاي دفاشه يعني حيل هو بيني وبينك شويه والله مو شويه العادي كان صراحه اي والله حاولت فيعني احيانا الفنانين لازم يصير ترى السايدين سايد الفنان ما يخالف لازم تطول بالك بالنهايه انت فنان محبوب الملايين صح. وهذه الشهره ما صارت الا من محبه الناس لك صح أما من صوبنا إحنا فلازم نقدر الوقت نقدر اللحظة المناسبة نقدر إن الفنان هذا عنده خصوصية إحنا وايد ساعات نشوف مطعم ولا بقهوة ننسى إيه صح ريال قاعد ويا هلا ما يصير تاش على ألف نارش الطاولة ممكن صورة والله تصدق الحين وأنا قاعدة أسولف وياك تذكرت
يعني ما أبي أظلم الفنانة هذه، في موقع الاحتفال والإيفنت كان ردة فعلها وياي ما كانت حلوة، بس تذكرت أنه قبلها بكم سنة وصلت لها ليما البيت ودخلونا بيتها، دخلتنا وقعدت معانا وكانت جدا لطيفة وجدا يعني شيء ما توقعته، بس عقب كم سنة لما شفتها كان يصير فيني أنه أوكي مشغولة شغل. أي بس حلو صوتها سارة. سارة أنتي ستوكر دام شايفة الفنانة وداشة بيتها وقاعدة وياها عبالي خلاص معرفة عرفت يعني أمون عليها يعني. بس اكتشفت أنها كريمة مع كل الناس، أي أحد يوصل لمن باب البيت تدخله. شفت شلون؟ فأنتي ظلمتيها بخالف. فإحنا نقول أن مهما كان الناس اللي عندها خصوصية لازم تحترم الخصوصية، وأنت استاذن قول لو سمحت عادي أصور. صح. وافق بس الحين حاليا اللي تاكدت منه 100% لو اروح اي مكان بالدنيا واشوف الهضبه ايش كثر انا احبه وخر عنه مستحيل. لا تقرب شوي ولا بتويتر الم الهضبه معطي بطلبه الم واحس بالم وايد والله يمكن ما شغل اغاني عمرو دياب كلش. ابو عبد الله ما يخالف طول بالك، ترى الكل يحبك والاكيد انه هو ما كان قاصد، واكيد يقول الحين انه قاعد يحاولون كثر ما يقدرون انه يتواصلون مع الشخص وانه يعتذرون له بطريقه خاصه. غنى أغنية ترى هذا راح ما يزعل كلش. يا حلو السفر ويا محلى السفر مع الجزيرة صراحة. إي والله وجهات جدا جميلة حاطينها الجزيرة، يعني طب وتخير. أنا أقدر أقول أن أكثر من 60 وجهة ثابتة وموسمية، بس اللي عليكم أنكم تحجزون وفلوسكم هذه اللي واحد ساعة يقول خل أروح مطعم ولا خل أشتري الشيء هذا، أنا أقول لك خل فلوسك واحجز تذكرتك مع الجزيرة، لأن أسعارها تبارك الرحمن أسعار جميلة وتوديك من يعني كل وجهات اللي كلها لذة وطاب. تبي وجهات صيفية، تبي وجهات شتوية، عندك الحين موسكو، طشقند، أوزبكستان، لارنكا في قبرص، وباكو في أذربيجان. متخيلين دايركت من الكويت لهالأماكن الجميلة، واللي شاف الصور وشاف الناس اللي راحت راح يدري شكتر أنك أنت راح تستمتع بهالسفرة. الأجمل بالجزيرة أنه يهتمون بالمسافر، يعني مو بس مسألة التذكرة ونوصلك، لا حتى المطار عندهم خدمة بارك أند فلاي اللي أنت تقدر توصل تسلم ممتعتك وتأخذ البوردينج مالك وتركب الطيارة على طول، بس تقرأ دعاء الركوب وتستمتع بالرحلة لين توصل وجهتك. احنا ندري ان الجزيرة كل فترة وفترة تحط لك وجهات، وفي وجهات للأمانة يصير فيك لحظة صج والله هذه موجودة، هذه شلون طافتني، شلون راحت عن بالي. اللي انت الحين ما تدري عنه ان عندنا مسابقة وراح اقول لك ايش كثر وجهاتها. ابيكم تتصلون علينا على 22 20 90 4، اللي عليك تختار رقم، انا عندي من 1 ل5 وسارة عندها من 6 ل10، وكل رقم وراه وجهة، وراح تصدمون بالوجهات الجميلة للجزيرة ممكن توديكم من الكويت دايركت لها الأماكن الروعة على قولتهم. إذا طلعت لك الدولة أبيك تقول لي معلم من معالمها، معلم مشهور من معالمها. حلو. وتعال تفاجأ بالوجهات. الحين شنو راح تاخذ بالمقابل هذا؟ إذا أنت كنت المحظوظ أو إذا أنت كنت المحظوظة، بآخر الحلقة راح نسوي سحب على تذكرة ذهاب وأياب أي وجهة من وجهات الجزيرة. ووهو. احنا متخيلين لحد الحين عندنا 10 وراح نمر عليكم محطات، يعني هذه أول السفرة، عندنا محطة ثانية ومحطة ثالثة، فاللي ما مدى الحين خليك مركز ويانا لأن الترانزيت ما راح يطوفك مع طيران الجزيرة. مطار نغم الصباح مع الجزيرة جاهز، كاونتر بطلبة ومع سارة جاهز، اللي عليكم الحين تتصلون على 22 20 90 4، ويا ترى من راح يفوز بالوجهة ومن راح يربح التذكرة. يا سلام، احنا جاهزين، اذا انتم جاهزين راح يتصلون المتصلين الحين ويختارون ما بين من 1 ل10، واذا طلع لهم اسم الدولة راح يقولون لنا معلم من المعالم، وعلى طول راح تدخل السحب اذا كانت اجابتك صحيحة، واخر الحلقة راح نسوي سحب على تذكرة ذهاب واياب الى اي وجهة من طيران الجزيرة انتم تختارونها. احنا لحد الحين عندنا 10 وجهات وراح نرد لكم بالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، وبداية مع اول مسافر مصطفى. صباح الخير. صباح الخير. جود مورنينج. جود مورنينج مصطفى، شلونك؟ الله يسلمك على حبيبي. الله يحفظك مصطفى. اختار رقم، اي رقم ودك. 7 راح يكون عند كاونتر سارة، وخلينا نشوف الدولة والوجهة اللي توديك طيران الجزيرة لها من الكويت إلى هذه الوجهة. أنا عندي رقم 7 وراء لارنكا. لارنكا قبرص. شنو تعرف عن لارنكا؟ لارنكا لارنكا صراحة والمرة شفت شلون الجزيرة، شفت شلون طيران الجزيرة يوديكم أماكن جديدة، هذه موجودة بقبرص، فإذا تذكر أو عندك أي معلومة عن قبرص ممكن تقدر تقول معلم معالم قبرص؟ قبرص لا للأسف
عيل وزن زايد وراجعنا مرة ثانية، يمكن تكون أنت من نصيبك مرة ثانية. عندنا متصل آخر رقم 780. صباح الخير. صباح النور. يا هلا، من معاي؟ خالد. أهلا يا خالد، صباح الورد. هلا فيك خالد. عندنا الوجهات من 1 إلى 10، أي رقم تختار؟ ثلاثة. خالد عندي كاونتري، عاد أنا ما أطوف صدق، خلينا نشوف. أوه طلعتك وجهة باكو. خالد يا خالد، باكو. شنو تعرف عن باكو؟ عطني معلم معالم موجودة في باكو. باكو والله ما يحضرني يعني عن باكو كلش أبدا. أذربيجان، يمين يسار، يسار يمين. وزن زايد. أنا بقول لكم الوجهات اللي عندي عشان يمديكم تسوون سيرتش، أوكي؟ عشان اللي بيتصل يدري إن هذه الدول حالياً موجودة عندي وممكن تسوي سيرتش وممكن تكون أنت سريع الإجابة. أنا عندي إسطنبول، براغ، موسكو وتيرانا، فهذه متوزعة بالأرقام، فأنت وحظكم. أما سارة شكلها عندها خوش وجهات بعد. أنا عندي تيفيتا اللي هي راح تكون في تيفاتا أو تيفات؟ تيفات في مونتينيغرو. مونتينيغرو. عندي لارنكا في قبرص، بيروت في لبنان، تبليسي في جورجيا، وباتومي. حلو، عندك أنت باتومي اللي هي موجودة؟ في وين باتومي؟ باتومي هذه وجهة جميلة ورائعة يا سارة، تقول لك وين توديك؟ توديك إلى جورجيا. جورجيا؟ يس. أيوة جورجيا. أنت متخيلة هذه كل الوجهات اللي قاعد نتكلم عنها، طيران جزيرة توديكم دايركت من الكويت لهالوجهات هذه؟ أنا عندي وجهتين جورجيا، لا تخربطون، عندي باتومي وعندي تبليسي. برافو عليك. يعني 2-1 اللي بدك يجاوب هالإجابة. إحنا جاهزين، كاونترنا جاهز على 22-20-90-4. الفكرة تختار رقم، تطلع لك وجهة من وجهات الجزيرة، تعطيني معلم من معالمها، ويمكن تكون آخر الحلقة في سحب أنت الرابح تذكرة ذهاب وعودة من طيران جزيرة لأي وجهة أنت تختارها من طيران جزيرة. يعني شفت الدول اللي قاعد نقول عنها، تقدر تختار أي دولة أنت بخاطرك فيها. آخر الرقم 988. صباح الخير. ألو صباح الخير. صباح الورد، من معي؟ مصطفى. أهلا مصطفى، كيف الحال؟ صباح وعافية مصطفى، اختار رقم مصطفى. سبعة. رقم سبعة عند كاونتر سارة. عندي لارنكا. لارنكا اللي هي في قبرص، وهي عبارة عن جزيرة وشط وبحر وماي. معلم أكيد بحر في ماي. وفي رمل بعد. في رمل بعد، في أكل، في قهوة. وزن زايد، وزن زايد، وزن زايد، وزن زايد. ليلى صباح الخير. أهلا صباح النور. يا هلا. هلا فيك شلونك ليلى؟ يا هلا فيكم، الله يسلمكم، شلونكم؟ صح عافية، أنت بخير، إحنا بخير. عسل. خلي رقم ليلى. ثلاثة. الموضوع عندي ثلاثة. عندنا باكو. باكو عاصمة أذربيجان. حلو. مسلمة. حلو. نقول معلم من معالمها البرج مايدن. اوكي برافو 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 عليك ليلى، انت اول مسافره سجلتي اسمك بالسحب ان شاء الله يكون. الله يعافيك يا رب. وباكو وراحت وليلى وسجلت اسمها بالكاونتر. عندنا عزيز. عزيز صباح الخير. صباح النور. صباح الورد، شلونك؟ هلا والله طلوب، شلونك؟ صحه وعافيه. اي كاونتر تبي؟ انا ولا ساره؟ واحد. اوه عندي كاونتر واحد. اوه خوش وجهه طلعت لك، براغ بالتشيك. عطني معلم. لا ما اعرف ولا شيء يا طبعا. كلش احجز من الجزيره، احجز من الجزيره الحين وروح. وايد وناسه. وزن زايد ونروح حق اللي بعده. عندنا بدر. صباح الخير. صباح الخير ساره. صباح الخير عبد المطلب. هلا بدر، صباح الورد. نحاول مره ثانيه نقول هم سبعه، المره الماضيه سبعه وهالمره سبعه. سبعه كلكم معلقين على لارنكا، اعطونا معلم. لارنكا فيها مسجد لارنكا الكبير. اوكي. بس ولا بعد؟ بس كافي كذي، انت دخلت معنا. مبروك يا بدر. الله يسلمك، شكرا لك. الفوز ان شاء الله. فالحين حاليا عندنا مسافرين، بدر وليلى. وعندنا الارقام اللي راحوا سبعة فقط وثلاثة. واحد وزن زايد كنا. وزن زايد بس خلاص راح. لا كذي. لا نو جوك. عندنا فهد. صباح الخير. صباحكم الله بالخير، شلونكم؟ صحة وعافية، شلونك انت؟ ان شاء
شخباركم عساكم طيبين؟ الحمد لله صح وعافية. لا يجعلك اليوم المكس. شو رايك فيني فهد؟ راح راح يعني ها يوم يومين ثلاثة وراح إن شاء الله يقدر معك تطلع كل الموجودين برا بتبتيك عم روحك. لا لا والله لا أبد والله ناويك على مية بس اصبر شوية أديلك سؤال يا وجابك جواب أي رقم تختار فهد؟ كم اللي شو الباقي؟ عندي أنا 5 و4 و2 وسارة و6 و9 و10 5 بكاونتري. اوه طلعتك وجهة تيرانة فهد، عطني شيء بتيرانة بألبانيا، شنو تعرف عنها معلم المعالم؟ ولا شيء. وزايد. من فهد عندنا عزيز. صباح الخير عزيز. خش ما شو سمرة وشنو؟ هذا الصدى. عزيز. الو. هلا عزيز. حياك الله. الله يحييك. عزيز أي رقم تختار؟ 8. ثمانية عندي 8. تبليسي جورجيا. أوه تبليسي. أيه؟ عندك شنو معالم تبين يعني كملاهي ولا شنو؟ عطني معلم. عندك اللي هي الألعاب الأطفال فوني كليوري. أوكي. وعندك مجمع جاليريا. يا سلام. وعندك باتشينو. عندك مطعم اللي هو شو اسمه؟ الله ينعي شيطان. في مطعم والله معروف. أنت فايز بس شكلك مرشد سياحي هناك. لا رايح لها كذا مرة. أنت فايز إنك تدخل السحب معنا. الأكيد عزيز إن راح نسوي السحب آخر الحلقة وإن شاء الله يا رب تكون من نصيبك وما يندرى تختار وجهة جديدة من طيران جزيرة أو نفس الوجهة اللي ما شاء الله تبليسي بالنسبة له. إيه. مختار عارفها. تبليسي. نبي بسافر بس العزيز. ما زلنا موجودين والأكيد نذكركم على 22-20-90-4 طيران الجزيرة عنده وجهات كثيرة وكل وجهة اللي قاعد تسمعونها طيران الجزيرة تسافركم من الكويت دايركت لهالأماكن الروعة. تختار رقم تطلع لك اسم دولة أنت اللي عليك بس تقول لي معلم من معالمها وآخر الحلقة إن شاء الله راح يصير سحب ويمكن تكون أنت أو أنتي المحظوظين بتذكرة ذهاب وعودة لأي وجهة تختارونها من طيران الجزيرة. أنا عندي 4 و2 وخوش وجهتين وسهلين فخلنا نشوف. سلمة صباح الخير. صباح الخير. هلا والله. هلا والله سلمة شلونك؟ الحمد لله تمام. اختاري وجهة أول واختاري رقم. رقم 2 والموضوع عندي يا سلمة. خوش وجهة سلمة. طلعت لك موسكو في روسيا، أعطيني معلم من معالم اللي موجودة في موسكو. وين المعلم؟ موسكو في روسيا. موسكو في متحف ذكر اسمه متحف جريتش أنا أعتقد. متحف شنو فيه؟ أتذكر اسمه متحف. إيه لا الاسم صعب. إيه لا خير المتحف روح حق الأسهل يعني. في موسكو؟ إيه في موسكو في روسيا. أنا عارف متحف بس قاعد أحاول أتذكر اسمه والله. إيه لا وزن زايد. الأكيد راح نرجع لكم بالمحطة الثانية. حاليا عندنا تخيلوا بالمحطة الأولى بس 3 أسامي. أيوة بالضبط. أوه تخيل المحطة الثانية والثالثة تصير أصعب. فأنت نذكركم أن آخر الحلقة راح يصير سحب على الأسامي اللي جابت المعالم صح. صحيح. والجزيرة وجهاتها وايد، اللي عليكم بس أنكم تعرفون الوجهات وتسوون السيرتش مالكم وتدرسون المنهج لأن بعد شوي وجهات ثانية جديدة. يصير غششهم؟ يصير ليش لا؟ يعني مطلوب جوجل. صح. دائما بعد إجازة الصيف الواحد يفكر يقول شنو ممكن يستثمر بأطفاله وعياله. دائما هذا الشغل الشاغل على قولتهم. فالجميل إنه في دائما في معسكرات جميلة وحلوة الواحد إنه يحط بعين الاعتبار ويحطها بتارجت خاصة من فترة الصيف. اليوم بمكالمة هاتفية معنا الأستاذ نفلة عسكر الحربش رئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة في فريق همة التعليمي وعندهم فكرة مخيم عجيب وجميل. بالبداية نقول صباح الخير أستاذ نفلة، حياك الله في نغم الصباح. صباح النور ومسافات. هلا فيك ومرحبا. يا هلا. الله يحفظك يا رب. احنا دائما خلال فتره الصيف الاسر والاهالي دائما عندهم هذا التخوف، وين نودي عيالنا؟ وين يروحون؟ شنو ممكن يسوون؟ الجميل انه قاعد اشوف ان عندكم فكره مخيم، شنو فكره المخيم هذا؟ المخيم هذا اول شيء هو مجاني تطوعي. اول شيء القي التحيه عليكم، حياكم الله ويعطيكم العافيه والله ما جعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وانصر اخواننا في غزه وفلسطين يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم امين.
صبحكم الله بالخير ويعطيكم العافية، ونشكر الراعي الإعلامي حق هذا المخيم اللي هو مارينا أف أم، مشكورين يعطيكم العافية. الله يحفظك شرف، مشكورة. فكرة المخيم هي فكرة نشأت من قسم الحاسوب في جامعة الكويت. جميل. بالتعاون مع الجمعية الثقافية النسائية كانت الفكرة تبلورت وتمحورت بلقاء فريق العمل، أستاذة مشاعل شويحان من الجمعية الثقافية النسائية، والدكتورة نورة الجري، دكتورة ما شاء الله تبارك الله لها باع وأنشطة كثيرة في صناعة التكنولوجية وتشجيع الناشئة والشباب. فتبلورت فكرة المخيم اللي هو طبعا مجاني، راح يكون اسم المخيم هو القوة الشبابية Youth Power، وهو مخيم صيف 2024. سيقام بإذن الله تعالى من 30 يونيو إلى 4 يوليو في كلية العلوم جامعة الكويت. وهذا المخيم راح يكون عبارة عن برنامج صيفي مبتكر يركز على روبوتات لفئتين، فئة الناشئة من 11 إلى 14 سنة، وفئة الشباب من 15 إلى 18 سنة. جميل. فكرة المخيم هي تمكين الشباب من خلال تعليمهم التكنولوجيا الحديثة ومواكبة العصر طبعا المتسارع في الإنتاجية التكنولوجية والمعلوماتية. فنبي نعد هالناشئة وهالشباب حق هذا العصر، يواكبون هذا العصر. جميل. يمكن احنا يعني انا اول شيء لفت انتباهي موضوع المجاني، واحنا يعني نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن، والواضح ان الفعاليات كثيره في اليوم. لو الواحد يبي يسال ويستفسر يقول انه عرفنا وين المكان، عرفنا تاريخ التسجيل، شنو الانشطه اللي راح تصير خلال فتره المخيم ان شاء الله؟ هي عندنا انشطه عديده. اول شيء حطينا اهداف لهذا المخيم، من خلال هذه الاهداف حبينا نخليها أهداف واقعية من خلال عدة أنشطة، عدة فعاليات. طبعا إحنا أهم هدف عندنا في هذا المخيم هو تحقيق رؤية الكويت في التنمية المستدامة برعاية وتمكين الناشئة والشباب. فكان ذلك عن طريق تعزيز مهارات التكنولوجيا وصناعة الروبوت لدى الشباب، وتطوير المهارات الشخصية للمشاركين مثل اللي هو القيادة، فن التواصل، فن التعامل، بعض الأخلاقيات وبعض القيم، تحفيز المشاركة الابتكار والعمل الجماعي. طبعا العمل التعاون يعتبر صناعة الفريق والتعاون مع الفريق، هذا من القيم الأساسية للعمل. تعرف الشباب التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الحياة اليومية، وتمكين المشاركين في بناء حتى المشاريع وروبوت وتحقيق إنجازات ملموسة يشوفونها ويحسون أنهم فعلا أنجزوا شيء. فتكون أنشطتنا ورشنا تحقق هذه الأهداف. فراح يكون عندنا جلسات تدريبية وتعليمية بإذن الله تعالى، راح يكون عندنا قاعات مخصصة حق تقريبا 4 قاعات كبار مع ورشة كبيرة مع مسرح بإذن الله تعالى. راح يكون في مسابقات وورش تفاعلية مع روبوت ومحاضرات يومية، طبعا راح تكون فيها عن المهارات الشخصية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وأنشطة جماعية للتعاون الفرق، وعندنا مشاريع أيضا تطبيقية وورش تطبيقية، منها ورش بناء وبرمجة الروبوت، تطوير مهارات شخصية مثل ما قلنا، وذكاء اصطناعي، وتعلم على الآلات، وجلسات تفاعلية أيضا من متحدثين متخصصين في المجالات بإذن الله تعالى. فأنشطة عديدة بإذن الله. قواكم الله. والله قاعد أقول أنا كان زين إنه يرجع فيني الزمن اللي ورا وأنا أكون من المسجلين في هالبرشات أو خبر. والله هذه أحد أمنياتي كانت. أي والله فعلا، يعني الله يحفظكم فعلا. الواضح والأكيد إنه شيء وايد متعوب عليه، وإحنا قاعد نتكلم عن مخيم مجاني وفيه النوعية من الأنشطة، فهذا بحد ذاته فعلا الواحد راح يتأكد إنه عيالكم في مكان راح يستفيدون، وإن شاء الله يا رب المستقبل تكون أهم البداية، بداية الإنتاجية وبداية الإبداع. أنا بس كان استفساري الحين الناس اللي قاعد تسمع وعرفنا متى الوقت وعرفنا شنو الأنشطة، شلون يقدرون يسجلون أو شلون الطريقة اللي ممكن يسجلون فيها؟ طبعا هو في رابط تسجيل بإذن الله تعالى راح يكون موجود على مواقع اللي هو جامعة الكويت قسم الحاسوب كلية العلوم، وايضا موجود على موقع الجمعيه الثقافيه النسائيه، وايضا موجود انا نزلت كبوست في حسابي الشخصي. بس اذا تسمح لي استاذ عبد المطلب، بس احنا قلنا مجانيين كررناها كذا مره، فرحانين بالمجانيه. لكن المجانيه هذه يعني احنا نعرف ان هذا صناعه روبوت وبرامج الكترونيه تكلف. فصراحه جزيل الشكر حق الرعاه اللي تكفلوا معانا وتبنوا هالفكره، فكانوا فعلا داعمين حق هذا النوع من المخيمات والأنشطة اللي فعلا تدفع الناشئ أو الشباب للتفوق والتقدم في البلد. منهم عندنا مجموعة السائر القابضة
كلها لها جزيرة الشكر. وشركة زين لهم جزيرة الشكر. وأيضا عندنا بعد اللي هو الفريق التطوعي الشبابي من فريق همة الطلابي اللي راح يكون ويانا في تنظيم هذا المخيم بإذن الله تعالى. يعني صراحة وهم الشكر موصول لك أنت ولكل فريق العمل. أنا يعني وأنا قاعد أسمع المعلومات أستاذة نفلة أنا يمكن قاعد أستانس وابتسم وأقول يعني فعلا أخيرا قاعد أشوف فيه مخيم يعني الواحد على قولتهم يحس بسعادة أنه يروح لشيء مختلف. أي مختلف بشكل وايد كبير. والحلو أنه راح يشوفون شيء ملموس أيضا، راح نبلهم بإذن الله تعالى شخصيات ملهمة في هذا المجال، راح يشوفونها وراح يتفاعلون معاها وراح يحاورونها ويستفيدونها وايد بإذن الله تعالى، وراح يطلعون من هذا المخيم مؤهلين إذا ما كانوا ياهم شيء ملموس من إنتاجيتهم بإذن الله تعالى. صاجة والله صاجة. ما تأخذون أحد عمره 39 سنة؟ حياك الله حياك الله. الله يحفظك ويا رب يا رب يومك سعيد. كانت معنا أستاذة نفلة عسكر الحربش رئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة في فريق همة التعليمي، والحديث كان عن المخيم الجميل راح يصير إن شاء الله خلال فترة الصيف. التسجيل مجاني، ممكن عن طريق الرابط وعن طريق الأكاونت بالإنستغرام، إحنا أوريدي حاطين البوست كون إحنا الراعي الإعلامي. الله يوفقكم يا رب وإن شاء الله وتشوفون النتائج اللي تتمنونها وتحققونها يا رب إن شاء الله. شكرا على الاستضافة، يعطيكم ألف عافية. الله يحفظك يا رب، يوم سعيد يا رب إن شاء الله. لعبتي الإلكترونيات والروبوت أنا عجيب والله عجيب. حق لو الأمور قاعد يسمعونا لا تطوفون هالفرصة، فعلا الواحد ساعات يقول وين أودي عيالي خلال فترة الصيف. شوفوا اللي قلنا لكم مخيم فعلا راح يطلعون بفائدة ويستفيدون منها إن شاء الله. احنا أكيد مستمرين معكم في نغم الصباح، تسمعنا على مارينا اف ام 94.4. ويا حلو عايض إذا غنى صراحة، كل احتاجه حاليا ولكن يا عايض قهوتي لحين ما شربتها، انطرني وراد لك. وصلنا للمحطة الثانية ترانزيت الثاني. أيوة الجزيرة. مثل ما أنتم عارفين عندنا مسابقة مع طيران الجزيرة، هذا الطيران الرائع اللي يوديكم وجهات مختلفة موسمية وثابتة، بس اللي عليك أنك أنت تسمعنا حاليا وتختار رقم وراح تطلع لك وجهة تقول لي معلم من معالمها، ويمكن تكون أو أنت تكونين سعيدة الحظ اللي تفوزون في تذكرة ذهاب وعودة لأي وجهة من وجهات الجزيرة. حلو، 17 وجهة كانت عندنا. كل واحدة أحلى من الثانية. صح. في كم دولة أنا قاعد أقول شلون طوفت يعني حياتي كلها وما رحت لها. أنا وأنا قاعد أقرأ أسامي الوجهات قاعد أراجع نفسي وأنا قاعد أطالع جوجل، يا جماعة فتحوا جوجل معلم يعني اسم فندق يعني مكان سياحي، مو شرط يعني معلم تاريخي أو معلم ثقافي، أي معلم تقولونه راح تدخلون معنا في الطيارة. فعلى جوجل بسرعة وانتو تسمعون اسم الوجهة سيرش. وعشان أسهل الموضوع وياكم وايد وايد وايد، حاليا الكروت اللي عندي هذه الدول الموجودة، فأنت اللي عليك تختار الرقم ورح تطلع لك الدولة، بس عشان أعطيك مثل هدزب وتعرف أنت شنو ممكن تكون الأرقام اللي معاي، أنا عندي طرابزون، كاراكاو، إسطنبول، شرم الشيخ وسراييفو. طبعا طرابزون ومعروفة بتركيا وإسطنبول يعني هذه سهلة بالنسبة لكم، كاراكاو اللي بولندا وهذه وجهة جديدة الكل قاعد يروح لها صراحة ومستمتع بأجواء بولندا، وأكيد سراييفو يعني الناس هبوا فيها فترة طويلة. صح. فالحين جوجل وشوف لي أماكن ممكن أو معالم سياحية تقدر الحين تفاجئني فيها إذا اخترت رقم من أرقامي. أنا خلي أقول لك الأماكن مالتي بيروت وصلالة وأنطاليا، أنا جهاتي سهلة وهذه طلب بشكك 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 بشكك. عاد تدرين وين بشكك؟ وايد قرقستان. واو. انا راح اصير هالسنه راح ادور الدول اللي انا من زمان ورايح لها. يعني الحين هذه الحين باقي الحين اسوي عليها سيرش واشوف الاماكن. بالضبط. بشكك. عندكم جوجل، احنا جاهزين على 22-20-90-4. الفكره بس تختار الرقم تقول لي معلم المعالم، واكيد اخر الحلقه راح يصير سحب على تذكره ذهاب وعوده. اول مسافر عندنا تو وصل في الترانزيت الثاني. ونقول عمران صباح الخير. صباح الخير. هلا والله، شلونك؟ والله تمام، انت كيفك حبيبي؟ اذا انت بخير انا بخير. شنو تختار رقم؟ اي رقم؟ شو ضل الارقام ولا اختار اي شيء؟ الحين ردينا مره ثانيه من 1 ل 10. واحد عند كاونتر ابو طلبه وطلعت لك يا عمران سراييفو. عطني معلم من معالم موجوده في سراييفو في البوسنه. في سراييفو يس. في البوسنه. هلا صراحة أنا بعرف بأنها هي يعني من أكثر الدول، خلينا نحكي اللي تشتهر بأنه يعني فيها، خلينا نحكي دول كان فيها خلافات بين الإسلام والمسلمين. ما بي معلومة، أبي معلم. بدك معلم. معلم. ببببب هاي قوية.
وزن زايد تن 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 وزن زايد عمران راجع مرة ثانية مع كاونتر رقم 2 ويمكن نطيرك مع الجزيرة على 22-20-90-4 راح تختار أنت وجهتك لو دخلت معنا في السحب في آخر الحلقة إذا فزت معنا في أنك تجيب معلم من معالم المناطق اللي راح نتكلم عنها أو الدول اللي راح نتكلم عنها. الكروت اللي عندي عشان تقدرون تسوون سيرت سريع ويمكن المعلومة تكون جاهزة وياكم عندي أنا طلاب زون كاراكاو إسطنبول وشرم الشيخ يعني أسهل من كذي ما في. نروح حق حمد. صباح الخير حمد. صباح النور والورد والنوير. يا هلا يا هلا حمد. أي رقم تختار؟ أربعة عن كاونتري حمد. خلينا نشوف الدولة. أوه طلع لك شيء سهل وعجيب حمد. إسطنبول. عطني معلم من معالم موجودة في منطقة إسطنبول. في مطار صبيحة. بس تجيبتها أسرع من كذي ما في. يا رب تكون التذكرة من نصيبك. السحب راح يكون حمد بآخر الحلقة إن شاء الله والمسافرين قلة يعني نصيبك لحد الحين ممكن يصيبك. واسطنبول راحت راحت اسطنبول. وعندنا خالد. صباح الخير خالد. صباح النور يا سارة وصبحك الله بالخير يا طالب. هلا خالد. هلا حبيب القلب. الله يسلمك. أنا أروح على خمسة. خمسة كاونتري. كاونترك. لا تحاولي لا تحاولي كاونتري. أنا زحمة عند كاونترك. زحمة والله خالد. المنطقة اللي طلعت لك جميلة وقريبة على القلب وماكو أسهل منها. شرم الشيخ. عطني معلم معالم شرم الشيخ. شرم الشيخ. شرم الشيخ في البحر الأحمر. عند البحر الأحمر صحيح. أعتقد ولا أكيد معلومتك صحيحة فيها بحر الأحمر صحيح وهي تعتبر من أجمل البحار حق الغوص لأن الماية تحت كريستال كلير. تدخل معانا وزنك مو زايد وإن شاء الله آخر حلقة نشوف يمكن تكون من نصيبك. آخر رقم عندنا الحين متصل 095. صباح الخير. 095. صباح الخير. عادي يكون ما أهلا. أهلا أهلا. صباح الخير. يا هلا هلا. حياك الله. من معاي؟ ريم. أهلا يا ريم. ريم أي رقم تختارين؟ عم بيروت أي رقم؟ غطيت الكروت. حظك نصيبك ما يصير. حلوة يا زتلي. شنو الأرقام اللي موجودة؟ أنا عندي في كاونتري 6 و10 و7 و8. كاونتر طلول شنو عندك؟ أنا عندي 2 و3 ريم. 10 بيروت. مستحيل. ما شاء الله كفو يا ريم. مش نصح. قولي لي يا ريم معلم من معالم بيروت. صخرة الرشة. وعافية يا ريم وراكبة معنا بالطيارة بالبيزنس كلاس بعد. ما شاء الله ما شاء الله عليك. ودش بعد تكمل وتفوز زي ما تذكرة. كان زين والله تستاهل. مستمرين معاكم على 22-20-90-4 في المحطة الثالثة الأكيد راح تكون المحطة الأخيرة حق الناس اللي ممكن تشارك ويمديها تشارك لوجهات الجزيرة الرائعة اللي توديكم من الكويت لهالوجهات الجميلة. ما يندرى منه سعيد أو سعيدة الحظ اللي راح يفوز بتذكرة ذهاب وأياب إلى أي وجه يختارونها من طيران الجزيرة. أنا أحتاج أني أطير. جاهزة؟ جاهزة. ربط حزام الأمان. أنت تسمع نغم الصباح على مارينا أف أم. جهزوا أغراضكم بعد شوي رادين لكم. الكويت اليوم نغم الصباح وبداية مع ديوان الخدمة. 15,000 وظيفة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل وإجازة مرافق المريض بالخارج لمدة سنة براتب كامل. والصحة استكمال أو اكتمال وصول فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج إلى مكة المكرمة والانتهاء من تجهيز العيادات وبدء العمل مع وصول حجاج الكويت. ربي يتقبل منهم يردون سالمين يا رب إن شاء الله. أما التجارة الإسراع في رقمنة الخدمات الوزارة وتطبيق سياسة الباب المفتوح لتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين. أما مستشفى الأميري يطلق خدمة طلب التقارير الطبية إلكترونيا عبر منصة الدرواز الرقمية لتسهيل حصول المرضى على تقاريرهم الطبية دون الحاجة للحضور الشخصي. وتقديم خدمة إصدار وثيقة سفر اضطرارية عبر خانة خدمات المسافرين في قائمة خدمات داخل تطبيق سهل بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية للمواطن اللي يفقد جواز سفره عند التواجد خارج البلاد. أما وزارة الصحة وآخر خبر عندهم 8 مراكز صحية لاستقبال الطلبة المبتعثين لإجراء الفحوصات المطلوبة. تعمل يوميا من الأحد للخميس على فترتين الصبح والمساء حسب عنوان السكن في البطاقة المدنية. هذه كانت أخبار الكويت اليوم نغب الصباح والحين ننتقل لإنجازات الكويتية اللي دائما الواحد يفتخر فيها ويفرح.
أول شيء أقول مبروك لبطلتنا بطلة الكويت في التجديف سعاد الفقعان لتأهلها إلى أولمبياد باريس 2024 لتصبح أول لاعبة كويتية تشارك في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية برياضة التجديف، وحجزت المقعد الخامس للكويت في أولمبياد باريس 2024. كفو سعاد، برافو بطلتنا. واحد يحس بفخر وسعادة والله. طبعا طبعا. برافو برافو برافو. هذه كانت إنجازات الكويتية اليوم. حين نروحك حالة الطقس، أنا قاعد أشوف الجو بدأ يرطب. إيه أمس رطوبة كانت شديدة، بنعرف راح تستمر ما راح تستمر. كل هذا مع الأكيد الزميل أسامة بعد ما هزار ديزني بالهواء. جونا اليوم غرقت، ما أدري شو يتحول بايك كذي صار. هذا صار فيه. أسامة صباح الخير. صباح النور طلوب وسارة وهزار. صباح الورد يا أسامة. صباحكم ورد إن شاء الله. طلوب غرق غرق هو 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 صح. أنا وقفت قاعد تنقذ عرفت. أسامة أمس بالليل ما شاء الله الرطوبة كانت يعني صجية، ماكو نفس ماكو هواء. هو فعلا طلب يعني مع الهواء الجنوبي الشرقي، كان بدايته من يوم الخميس تحول الهواء الى جنوبي شرقي، فارتفعت الرطوبة نسبية على المناطق الساحلية. فاليوم متوقع ان الرطوبة نسبية تستمر على السواحل مع استمرار الهواء الجنوبي الشرقي، وتراوح سرعة اليوم من 10 الى 40 كيلومتر في الساعة، والعظم المتوقع اليوم راح توصل الى 47 درجة مئوية، وصورة انخفض الى 28، والبحر من 2 الى 5 اقدام. باكر إن شاء الله العظمى 47 والصغرى 28، رطوبة نسبية مستمرة مع الهواء الجنوبي الشرقي، وسرعة الهواء راح يكون معتدل السرعة ينشط على فترات، وتراوح سرعة الهواء من 12 إلى 42 كيلومتر في الساعة، والبحر من 3 إلى 5 أقدام. وفي يوم الثلاثاء الجو حار ورطب نسبيا مع سحب متفرقة، والهواء جنوبي شرقي تراوح سرعة الهواء من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة، العظمى 46 وصورة انخفض إلى 27 درجة مئوية، والبحر من 2 إلى 4 أقدام. وفي يوم الأربعاء في منتصف الأسبوع أيضا رطوبة نسبية مستمرة مع تحول الهواء إلى شمالي شرقي خفيف إلى معتدل السرعة، وتراوح سرعة الهواء من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، العظمى المتوقعة 45 درجة مئوية، والصورة تنخفض إلى 27، والبحر من 2 إلى 4 أقدام. فالرطوبة نسبية مستمرة، والهواء الجنوبي الشرقي أيضا مستمر مع الأجواء ودرجات الحارة اللي توصل إلى 47 درجة مئوية. فخلال الأيام القادمة راح يكون إحساس بالرطوبة نسبية مناطق الساحلية يعني بارتفاع خلال إلى منتصف الأسبوع. يلا إن شاء الله يا رب يعني تخف شوية، وبدهي نهاية أجواء بحرية وسامة. بحرية بلا منازع بلا منازع بلا منازع. يا حبيبي وسامة يا رب بداية أسبوع جميل وموفق وأخبار طيبة يا رب إن شاء الله. أيوكم سعيد يا رب وربي يحفظكم. شكرا يا وسامة. هذه كانت أحوال الطقس، عرفنا الحين خلال الفترة هذه شو راح يصير. الحين وديكم حق حالة الأغاني الفنية الجديدة اللي تنزل بالسوق، واللي دائما نحاول كثر ما نقدر نقول لكم ايش قاعد يصير بالسوق من الأغاني الجديدة. 3 2 1 هزار hit me. الفنانة حنين نزلت أغنية جديدة بعنوان أنانية، من كلمات مشاري المحبوب، ألحان محمد الشايع، توزيع علي المتروك. هذه الأغنية يعني بنشوف حنين سوت وشنو قالت فيها، خاصة أغاني الصيف أنا أنطرها نطرة. أنا دائما أحس أن هذا الكوليكشن يسمونه أغاني السفر. صح، ويعني حنين في هالأغنية صراحة في كم جملة يعني صج تمثل الأنانية، لو همس لحد بعفس الدنيا أنانية. معقولة كذي تخرع الأغنية وهي حنين تفضل المايك عندك خلنا نسمع أنانية، ومثل ما قالت سارة ولا لا أي مقطع قلتي لي؟ لو همس لحد بعفس الدنيا. هلو ورجعنا لكم مرة ثانية، وخلوني أقول لكم هالقصة. تقول الأسطورة أن الفضاء والرذائل كانت في يوم من الأيام تعيش على كوكب الأرض بروحها، لين ملت من أنها عايشة بهذا الوضع، كان يقررون أن يلعبون مع بعض لعبة الغميضة. فقال الجنون أنا اللي راح أكون الصياد، وبدت الفضاء والرذائل تدور لها مكان تنخش فيه. فراحت الرقة انخشت فوق سطح القمر، وراح الشوق انخش ما بين الغيوم، راحت الخيانة انخشت في قاع البحر، بس قالت أنا رايحة انخش بين الحجارة. أما الكذب راح ينخش في كومة القمامة.
وكل فضيلة ورذيلة بدأت تدور لها على مكان وتنخش في مكان. والجنون يعد 88 89 90، بقى الحب يدور له على مكان، يدور له مكان ينخش فيه، ما لقى له مكان لأنه كعادته ما يعرف يتخبى ولا يعرف ينخش. فلقى كومة ورد وطب بوسط كومة الورد. فقالت الفضائل والرذائل: الحين كلنا نخشينا في مكاننا والجنون يعد 99 100. وبلشت اللعبة. لقى الجنون قدامه أول واحد الكسل، لأن كعادته ما يعرف ينخش ولا يبي يبذل على نفسه مجهود، وراح وانكشف أمره وما كلف نفسه جهد إنه يلقى الرقة مكشوفة على سطح القمر. ومن دقق شوية لقى الشوب ما بين الغيوم، والفضائل باقي الفضائل والرذائل وهي من خشب مكانها انكشفت الخيانة وانكشفت الأنانية. أما الحب الوحيد اللي ما لقوا مكانه، فقال الحسد اللي قرر إنه يترك بصمته حق الجنون: راح تلقى الحب من خش بين كومة الورد. راح الجنون يقج كومة الورد برمح بإيده عشان يجبر الحب إنه هو يطلع، فصاب عين الحب، فصرخ الحب وطلع. آي، قال الجنون: أنا وايد ضاق خلق إن أنا صبت عينك، هي كانت مجرد لعبة، شلون أقدر أعوضك؟ فرد عليه الحب قال له: كذي ما راح تقدر تعوضني، أنا صرت أعمى، بس تقدر تسوي شيء واحد، إن طول العمر تمشي وأنا أمشي وراك. ومن يومها صار الحب أعمى. حتى لو خلص رصيد إجازاتك عندك إجازة إن شاء الله الأسبوع الجاي. قريبة قريبة، عجيبة وايد. والأحلى أنك إذا كنت أنت الفايز ويانا الحين، إذا شاركت في مسابقة الجزيرة، نذكركم على 22 20 90 4، عندنا أرقام كل رقم وراها وجهة من وجهات طيران جزيرة اللي توصلكم من الكويت دايركت لهذه المناطق الجميلة. قولي معلم من معالمها ودش السحب نهاية الحلقة على تذكرة ذهاب وعودة لأي وجهة من وجهات طيران جزيرة. إحنا اليوم بس عرضنا لكم 17 وجهة مختلفين. تبي دول أوروبا، تبي هني قريب صوبنا، شرق آسيا، منوع وين ما تبي تلقى. صدق الجزيرة روعة، مسهلين أمورنا، وحلو إنه دايركت. دائما الواحد يفكر إنه يبي الطيارة دايركت. فإذا أنتوا جاهزين، ربطوا حزام الأمان، جهزوا أغراضكم، ودير بالكم من الوزن الزايد، لأن كاونتري وكاونتر سارة ما يرحم الوزن الزايد. كم رقم بقى عندك؟ أنا عندي 2 و3، وأنا عندي 6 و7 و8. الدول اللي عندي أنطاليا وصلالة وبشكك. موضوع سهل. يعني عندك منطقتين أتوقع المفروض تعرفون معالمها. أنا عندي كراكوف وعندي طرابزون. كراكوف في بولندا وطرابزون في تركيا. يعني إذا يمديك الحين جوجل قبل لا تتصل على الرقم، وتكون أنت المسافر سعيد الحظ أو المسافرة سعيدة الحظ اللي ممكن تفوزون. ربطوا حزام الأمان، جاهزين وياكم، مطارنا جاهز، كاونتري بدأ يبطل الحين، وهيا بنا ننطلق. ننطلق ننطلق، يعني فتحوا جوجل وبسرعة الموضوع سهل إن شاء الله. فأول اتصال عندنا، صباح الخير سلمى. صباح الخير حنان. حنان صباح الخير يا حنان. هلا والله، صباح النور، شخبارك؟ بخير الله يسلمك. أي رقم تختارين؟ رقم 7. عندي رقم 7 صلالة. قولي لي معلم. مسجد سلطان قابوس. يا سلام عليك يا حنان، تدخلين معنا السحب. سهلة سرعة جاوبتك. حلو ألف مبروك، جاهزين جراطك، جاهزين أغراضك. حاليا احنا جاهزين معاكم في آخر الوجهة، في آخر الرحلة، في آخر ترانزيت مع طيران الجزيرة على 22 20 90 4. كل اللي عليك بس تختار الوجهة، تختار الرقم، وانت وحظك. واروحك بسليمان. بسليمان صباح الخير. الورد، الله يعطيك العافية. يعافيك، صباحكم الله بالخير. صباح الورد، شو صحتك؟ الله يطول بعمرك ويسلمك ان شاء الله، يعطيكم العافية. الله يعافيك ابو سليمان. اي رقم تختار؟ الله. رقم 2. رقم 2 والكاونتر عندي ابو سليمان. ورقم 2 وجهتك هي كراكوف اللي في بولندا. شنو تعرف عن معلم من المعالم الموجودة في بولندا؟ والله بولندا عندهم المزارع الابقار، عندهم حلوه يصورون فيها يعني. اي غير الحكي، شنو بعد فيه؟ وعندهم شو اسمه، لا اله الا الله، بعد عندهم شغله الحنطه، زراعه الحنطه عندهم بعد. مزارع الحنطه. زراعه مزارع الحنطه. راح اطوفك الوزن. اذا رحت باخذك وياي. يا حبيبي اذا انت مستانس والله، هذه وناستي. الله يحفظك يا رب. حبيبي الله يحفظك. وعندنا اخر اللي رقمهم اخر شيء 019.
صباح الخير. صباح الورد. يا هلا، منو معاي؟ سارة العتيبي. أهلا وسهلا يا سارة. أهلا فيك سارة. أي رقم تختارين؟ سم الأرقام اللي بقت عندكم. اللي بقى 3 و7 و8. شوفي كاونتري، أنا في رقم 3 الرقم الأخير، وسارة اللي ما طوف الوزن الزايد عندها الأرقام الباجية. نقول 7 7 7. عندي بشكك. زين زين. سمية يمدي جوجل. سمية جوجل. بشكك. زين. في قرقستان. بشكك في قرقستان. شنو تعرفين عنها؟ عطيني معلم المعالم الموجودة هناك. قلنا لك كاونتري، انت راح تحكي الكاونتري اللي ما تطوف. وزن زايد وزن زايد وزن زايد يا سارة. نروح حق حمد. حمد صباح الخير. صباح النور. هلا وغلا، شلونك؟ شو الاخبار؟ صحة وعافية. تختار رقم حمد. رقم 3. رقم 3 واخر رقم اللي موجود بكاونتري، ووجهتك اللي مذكورة هني ورا رقم 3 طرب زون. عطني اي لعبتك، عطني معلم معانا. والله انا عم جوجل قال لنا في جناح اسمه جناح اتاتورك. حلو. اوكي صحيح. والله عم جوجل ما يغلط. اي والله. بس حمد شنو؟ حمد هاشم. والنعم. والنعم. انت المسافر اللي طوفنا جنطته وراح يدخل معانا السحب حاليا في نهايه الحلقه، ويا رب تكون من نصيبك يا حمد. الله يحفظك يا رب، يومك سعيد. هني سكرنا الكاونتر. سكرنا الكاونتر، قفرنا على الرحلات. نذكركم مره ثانيه، الوجهات وايد ما شاء الله كانت اليوم. احنا سولفنا عن اكثر من 17 وجهه، فاذا تبون قرقستان، بشكك، موسكو في روسيا، باكو اذربيجان، تبليسي بجورجيا، بيروت، شرم الشيخ، سراييفو، أنطاليا، اسطنبول، طرابزون، ما شاء الله وايد وايد وجهات انت تختار وتتنقى على قولتهم. ولا تقولون ماكو وقت، ترى يعني مع يعني مع الوضع الحالي اللي احنا فيه، يعني تليفون الو تشيك ان اونلاين على السريع، وفلاي اند بارك على طول، وانت وطيارتك انت ورايح. صار وقت السحب، صار ترى وايد احاتي السحب، انا خاف. تبي تسوين هذه؟ احس انك كنا يعني كذي. بس ذكر المستمعين اللي دخلوا معنا شنو بتكون جائزتهم. جائزتهم راح تكون تذكره ذهاب وعوده لاي وجهه هم يختارونها من وجهات طيران الجزيره. يعني شفتوا 17 وجهه اليوم اللي شفتوها وسمعتوها وجاوبتوا، يمكن تكون واحده من الوجهات اللي انت مفروض ان انت تاخذ اغراضك وتسافر لها. جاهزين؟ جاهزين الحين حق السحب. اسحب انا خطوه وايد تكفني انا احس. لا لا لا، انا يعني ما غشمر بهالسوالف. سعيد الحظ او سعيده الحظ، ولا انت تبي تسحب؟ لا بخليها هزار. يلا عشان لا يلومونه. ايوه هزار، تفضلي سحبي، اعطينا الاسم. وايد هذا سوينا تيم ورك. الحين انا اقرا الاسم، شفتي كذي؟ صح. ما فيها تنن 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 تنن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، استأنست وايد والله صراحة. 3 2 1. بدر. بدر ألف ألف مبروك. ألف ألف مبروك، تستاهل يا بدر. بدر بدر ألف مبروك، ربحت تذكرة من طيران الجزيرة ذهاب وعودة لأي وجهة من الوجهات اللي أنت تختارها من طيران الجزيرة. أكيد راح نتواصل معك ونعطيك التفاصيل أكثر. عليكم بالعافية، ولكن ما يمنع ان اليوم تدخلون على ويب سايت الجزيره وتشوفون الرحلات وتشوفون الاسعار اللي ما تتطوف، والوجهات اللي صراحه اللي على قولتهم حطوها بعين الاعتبار. يعني احنا دائما نكرر الدول. في وايد دول بالعالم احنا للحين ما اكتشفناها. صح. فيمديك الحين على قولتهم جهز جنطتك وضبط الجواز واستمتعوا بالرحله الجميله الرائعه. من كثر ما سولفت عن السفر قاعد افكر متى سفرتي الجايه. إيه الكل قاعد يفكر الحين بهذا والله التفكير. والله والله والله. ولكن يبني لش العمل من الديرة. إيه الحين الأسبوع الجاي يعني ما شاء الله حاطين رقم، من صج رقم كبير راح يكونوا الناس اللي راح تروح تسافر في فترة إجازة عيد الأضحى إن شاء الله. عليهم بالعافية. عليهم. لا تنسونا بالصوغة، أهم شيء هذا، أهم شيء الصوغة. أبي وردي حق يومنا السعيد. أنا ردي ردي. الريوق عليه ولا عليك؟ شروكة كالعادة. طلب شروكة. شروكة بطلب وايد. أشونا شروكة، أشونا شروكة. الوعد الأكيد إن شاء الله باكر، الله يحفظكم يا رب. بداية أسبوع يا رب جميلة ورائعة لكم. كنت أنا معكم عبد المطلب نذر، وأنا معكم سارة سويدان، وهزار هزار باكر علميني زود. ها سمحتي عشان أنا ودي أقول طلوب ورا المكسر، هزار ورا المكسر. الوعد تمورو، من يانا سي يو تمورو، مع السلامة.